انتهت الأزمة العراقية مع انسحاب أنصار التيار الصدري؟ بالتأكيد انسحاب أنصار التيار الصدري ووقف الاشتباكات هي خطوة مهمة وخطوة إيجابية للغاية، رحب بها ليس فقط الفرقاء في الداخل العراقي لكن رحبت بها كل الدول العربية والمجتمع الدولي. لكن في الحقيقة المشهد العراقي برمته سواء منذ أكتوبر الماضي ومنذ إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر 10 الماضي وحتى الآن، أول مشهد العراقي طوال العشرين سنة الماضية منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003، كل هذا المشهد هو عرض لمرض. هذه الأعراض أنا في تقديري سوف تستمر في الفترة القادمة إن لم يكن هناك توجه وإرادة سياسية حقيقية لمعالجة المرض الحقيقي. ما هو المرض؟ أنا في تقديري المرض تعلق في العراق أو ألم بالعراق في جانبين. الحاكم الأمريكي عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية باحتلال العراق قام باتخاذ قرارين في غاية الخطورة. القرار الأول هو قام بحل الجيش والمخابرات العراقية وأصدر الدستور العراقي بعد عامين. الدستور العراقي الذي صادر في ذلك التوقيت والذي تجرى بموجبه الانتخابات بما فيها الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي لم يحدد الكتلة التي تشكل البرلمان، بمعنى هل الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد كما يقول أنصار مقتدى الصدر أم أن الائتلاف أو الأحزاب التي تستطيع أن تشكل مجموعة من الأحزاب وائتلاف تشكل الكتلة البرلمانية الأكبر في البرلمان كما تقول الأحزاب المنضوية في الإطار التنسيقي. هذه المشكلة أنا في تقديري حتى لو جرت الانتخابات المبكرة قد تظهر بعد الانتخابات الجديدة، لأنه سوف يختلف من جديد ما هو الحزب الذي يستطيع أن يشكل الحكومة ويكون منه رئيس الوزراء. لذلك أنا في تقديري الأهم من الذهاب إلى الانتخابات المبكرة هو معالجة جذور هذه الأزمة، بمعنى أن تكون النصوص الدستورية واضحة، أن تكون التفسيرات متفق عليها. هذا واحد. الأمر الآخر، دعوة رئيس الجمهورية العراقي بإجراء انتخابات مبكرة ربما تتلاقى مع رغبة التيار الصدري وأنصار الزعيم مقتدى الصدر، لكنها لا تتلاقى مع أنصار الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي هو يضم كتل وازنة وكتل كبيرة بما فيها دولة القانون ويضم عدد كبير أيضا من المقاعد. هؤلاء بيرفضوا فكرة انتخابات مبكرة، وبالعكس أصدروا بيان بالأمس قالوا أنهم يريدوا أن البرلمان ينعقد ليس من أجل اتخاذ قرار بحل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة لكن من أجل تشكيل الحكومة، وهذا الأمر أثار أيضا أنصار مقتدى الصدر. لذلك أنا في تقديري الحل يبدأ من تشكيل ربما حكومة انتقالية لفترة بسيطة قد تكون 3 أو 6 شهور، خلال هذه الفترة يتم التوافق على دستور جديد أو على الأقل تفسير واضح ومتفق عليه للبنود الخلافية في الدستور العراقي، وقتها يمكن الذهاب إلى الانتخابات المبكرة على أسس واضحة وعلى يعني تفاهم مشترك وعلى تعريف مقبول من الجميع، لأن حتى المحكمة العليا العراقية وهي بالمناسبة كان يفترض أن تنعقد بالأمس يوم 30 أغسطس وتحدد حل البرلمان أم لا، أجلت هذا الأمر لأن لديها يعني تقوى، بالتالي هي تحتاج وقت كبير جدا لدراسة هذه الطلبات وبعد ذلك اتخاذ قرار.